الرومانية القوية التي ضربت البرازيل دفعت الصحافة البرازيلية للتفكير من الآن في إيجاد خليفة للويس فيليبي سكولاري، والأنظار تتوجه صوب سبيشال وان جوزيه مورينيو. الأعراف السائدة في بلاد السامبا، ورغم أنها تقول إن المدرب البرازيلي يجب أن يكون برازيليا، إلا أن الصاعقة الألمانية قد تغير كل شيء. أكبر المواقع الرياضية البرازيلية في صورة جلوبو سبورت نادت إلى ضرورة تعيين المدرب البرتغالي مورينيو خلفا لسكولاري، وطالبت بنسيان التقاليد والأعراف والتركيز على كرة القدم بعيدا عن الوطنيات المبالغ فيها. سبيشال وان يعتبر في نظر الصحافة البرازيلية المدرب الأنسب والأحسن والأفضل لقيادة سيليساو إلى مكانته الطبيعية في كرة القدم العالمية. الحديث عن المدرب الحالي لتشيلسي الإنجليزي يعيد للأذهان أنباء سابقة تعلقت باحتمال تدريب غوارديولا للسامبا، إلا أن الشارع البرازيلي رفض الفكرة آنذاك. إلا أن الخسارة الكبيرة التي مني بها البرازيليون أمام الألمان قد تغير آراء الجميع.